وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد حسن بوخماس، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. سعادة النائب، بداية نرحب بك ونستذكر في هذا اليوم جهود وتضحيات قوة دفاع البحرين ورجالها البواسل بقيادة جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة. سيد بوخماس، كيف تنظرون اليوم إلى ما وصلت إليه منظومتنا الدفاعية وأيضا المواقف المشرفة في الحفاظ على مكتسبات الوطن والدفاع عن الأشقاء متى ما استدعت الحاجة؟ بداية، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام وجميع منتسبي قوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى 55 لتأسيس قوة دفاع البحرين، والتي وصلت إلى مكانة ما شاء الله مرموقة ومستويات عالية من التطور في كافة المجالات العسكرية. وطبعا هذا يأتي بفضل الله ثم اهتمام ورعاية جلالة الملك المعظم، وهذا ما ساهم في تطورها وازدهارها حتى يعني باتت تتمتع بمستوى متقدم من الجاهزية القتالية والكفاءة العسكرية، وحامية لوطننا ومكتسباته الحضارية والتنموية. طبعا قوة دفاع البحرين لا شك منظومة عسكرية متكاملة وتضاهي يعني الجيوش المتقدمة من ناحية التسيح والتدريب ومواكبة مستجدات المجال العسكري بهدف صون أمن واستقرار الوطن، يعني في ظل رعاية جلالة الملك المعظم القائد الأعلى مؤسسها وراعيها وراعي نهضتها طبعا، وباهتمام ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما أود أن التأكيد على أن قوة دفاع البحرين يعني حملت الأمانة بكل إخلاص مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة في طبعا سبيل حفظ الأمن والاستقرار سواء في المنطقة، يعني تحقيقا لما فيه الخير للجميع، وسجلوا بكل شجاعة سطورا لامعة طبعا في الدفاع عن حياض الوطن والمنطقة. طبعا نشيد جهود القائد العام المشير الدكتور الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة وإسهاماته البارزة ومتابعته المستمرة. فيعني مثل ما أقول احنا طبعا قوة دفاعية هي حصن منيع يدول عن الوطن ومنجزاته الحضارية. إذن السيد حسن بوخماس، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.